ممكن مش لسه شايفين بعض امبارح. ايه بقى؟ ايه كان عندك ديت مع واحده ثانيه ولا ايه؟ يوه، وليه كل الناس فاكره ان انا على طول معايا ستات؟ على فكره من الطبيعي جدا ان انا ابقى قاعد لوحدي. بس انت وحشتني، عايز اقعد معاك. طب وينفع اقف هنا انزلك عشان تروحي؟ بشوفك بكره. عايز اخد لفه واشرب درينك واسمع مزيكا، مش في المود خالص بصراحه. وانا مش فاضيه اليومين الجايين، وعايز اقعد معاك. ممكن اعزمك في مكان حلو نقعد نتعشى وبعدين اعمل اللي انت عايزه، مش هروح حتى بيت معاك. اوكي؟ عشر سنين من غير جواز لوحدك مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. وايت. ما هو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا يعني. بعد كده قلت اخد هدنه مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا وانا اتعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانية اتعذب وبتاع، فطنشت يعني. هي بقى اتجوزت. ساعات نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا ده مراد هنا. هو ده طاهر. ممكن اسلم صدقني؟ ايه الصدفه الجميله دي؟ انا هاي مختار. يلا اتفضلوا. جانس اتفضل. خد. ما قلتليش يعني مختار جاي. انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلتلي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ ما انا لغيت المعاد بتاع نعمان بيه. قلت اخرج انا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. انت ما عندكش مانع طبعا. لا ما عنديش طبعا. على فكره يا مختار انا كلمتك مرتين النهارده عشان البنك اخد التو يونتس وطبعا انت ما ردتش. لا ما ده الطبيعي بتاعه. البي ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش انا كنت عامل التليفون على سايلنت فمسمعتوش. بس امبارح وانا بقيت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت فما خدناش بالنا غير اما صحينا من مالهم التو يونتس؟ اداره البنك عايزه تغير بند من بنود العقد. اوكي. اكلمهم بكره واشوف عايزين ايه. لا خلاص خلاص بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل. انا على فكره ده اللي انا برسم لك لوحه. ترسم لي انا؟ بجد؟ بقول لك ايه؟ انت فنان على راسي وعيني. بس انا بحذرك خليك بعيد عن داليا. لا وانا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكره مختار رسام فظيع. لسه عاملي روحه وانا ميوت. كانت تحفه. ميوت؟ خيالي. تشيرز. تشيرز. فعلا في ستات زينك وده كتير بس هي دمها خفيف. دي ما بتتكسفش خالص. دمها تقيل وقلت الادب قوي. سوري يا فندم حضرتك سكتي كده. لحظه. بصي انا مختار ده شفت معاها ستات اشكال والوان كذا مره امبارح تلمح ان هما كانوا مع بعض في حاجه عيب وهو اتكسف. لا 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 مختار الكذب انت ما تعرفيهوش. هو بس عشان انت كنت قاعده فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مراد في يا مراد؟ انا مش مراد الحقوني مراد.
ما جيتش ليه يا ابني؟ يعني ايه ما ردتش؟ يعني ايه ترددك يا مو؟ طب قفلت التليفون ليه؟ يا عم رد عليا انا بكلمك. الحال يا مو بليز، الحال يبقى قعداني في البيت وحبساني مش عايزه تنزلني. اه ابني حجزت لنا التذاكر على لندن وعايزه تسفرني تعدي هناك 3 أشهر وتعالج. بليز يا مو عايز اشوفك. يا ابو حجزت لي تذاكر يا معلم وهتسفرني لندن. والنبي يا ابو تعالى تعالى والله، انت لو جيت تاني هي هتدخلك، مش منطقي يعني انها تطردك مرتين. بليز يا ابو تعالى الحقني، انا محتاج اشوفك. بليز يا ابو تعالى. الو يا ابو، ابو Oh.